عسلامة كيتي، أنا إيمان، جو سوي لا مامون دو إيدي، لا مامون دو قمر روسي، كانت في كيتي وليدي في كيتي. بون بو موا كيتي سي عناية مغمضة، معناها ديريكت نحط وليدي ونخرج نمشي نخدم على روحي. فوالا معناتها مؤسسة تربوية هايلة برشا، معلمين هايلين برشا، مربين هايلين برشا، الحمد لله يا ربي. أوليدي الاثنين الحمد لله يا ربي معناها متخرجين منها، ولدي ان شاء الله السنه يكمل الكونت سيكسيون. فريمون جي بوكو ديفولوسيون بوكو داميليوراسيون بلا وليدي الاثنين. بنتي تبارك الله من البريمه متلامذه البريمه غراس كي تزي، في كل شيء، في معاملتهم مع اولادنا، في تربيتهم لاولادنا، في قرايتهم لاولادنا. جو ريكوموند المؤسسه هذيا بوغ تو لي بارون، عينين مغمضه والحمد لله، وان شاء الله ديما في تالق يا كيتي. وميرسي بوكو بور تو توت ليكيب كيتي، يعطيكم برشا ويعطيكم الصحه وربي يفضلكم، وان شاء الله ديما من احسن الى احسن وديما في تالق وديما نشحي الحمد لله يا ربي. ميرسي عسيمة. انا لامامون دو عليا برجم دوبي 2022 وعليا هنايا دوبي لاج دو 3 ans. Je suis très satisfaite, machallah la binti. Ce n'est préparatoire, franchement. D'ailleurs, à chaque fois, il y a une réunion de parents. Je dis à Madame Salva, si c'est possible, primaire, vraiment. كلي حيرة وين باش نحطها بنتي اسم الله عليها تبارك الله تحكي فرونسي انجلي بون العربي سي نورمال تحكي بويسك احنا نحكي وفي الدار عربي والكل افيك سي زامي و سيتيرا و سي كوزان دونك ما شاء الله على بنتي و لي ميتريس اوسي ما همش مقصرين معاها تبارك الله تجي فرحانة للروضة تروح فرحانة ما عنديش حتى مشكلة مع لي ميتريس مع ديريكتريس مع لي نونو فرانشمون كلي في حالة اللي بنتي عام جاي باش تبدا في ايكول ابار كيزي و جيسبر معناتها كلي تكمل على المنوال اللي بديت بيه و ميرسي كيزي ميرسي لي ميتريس ميرسي لي نونو ان شاء الله نقابلو في الخير والهلا ميرسي. السلام عليكم. بالنسبة لكيتي ما غير نشكرها خاطر بالحق ساتيسفيت على الاخر وعلى الاخر وعلى الاخر. ديجا انا قريت ولدي وتوا بنتي والحمد لله ربي نلقى دي ريزلتا باهيه برشا، سواء في الانجلي سواء في الفرونسي سواء في العربي زيدا الحمد لله ربي ما تعبتش فيهم، لقيت ريزلتا قويه برشا وباهيه برشا على الاخر. بالنسبه للنظافه الحق ما عندي حتى رمارك، ديما نظيفة ديما نظام منظمة، ماهيش شكل تلقى الحاجة ماهيش في بلاصتها ولا ما نعرفش انا. بالنسبة للي لونك بارمي لي ميور في لي لونك، عمر توا الحمد لله سنة ثانية، ما عندي حتى ديفيكولتي معاه، يقرا وحده ديجا ما نقريهش وما نشدوش في لي لونك جملة. وعايشوشة توا الحمد لله يا ربي زاد كيف كيف 4 ans تكتب اسمها بالفرنسي وامورها واضحة شيخة. ما لقيتش حتى حاجة ما قلقتني كيتي بيها برشا والحمد لله يا ربي. عسلامة. جو سوي لا مامون دو عمر جارو. فريمون نحب نقول شنو اللي حسيتو العام هذايا، نحس في روحي فرحانة ياسر بولدي اللي هو قراوني فريمون ساتيسفيت باللي ميتريس بالليكيب الكل باين على الاخر. ولدي ياسر يتعلم يروح ياسر فرحان ونسأله يقول لي حاجات تعلمهم جدد. فريمون ساعات نقعد بيتا معناتها في عمره هذا كيفاش حاجات متعلمهم. نقول ميرسي بوكو لي ميتريس الكل كلهم طايرة على الاخر ولي لاهين فريمون برافو يعطيكم الصحة و جو سوي تري ساتيسفيت برافو برافو كيتزي. بونجور عسلامة. انا سهيل لا مامون دو قيصر سبوري دونك لي انسكري في تي بي اس وارجيتو الي فريمون تو بتي دونك ليكسبيريونس مع كيزي بدات ملي هو صغير دونك جبتو عمرو 11 شهر وقت جبتو من با يمشي دونك اول جمعه كي تسليب علينا هو يبكي وانا نبكي وتوا الحقيقه قايم ما عادش يحب يروح دونك يروح يبرمي وتزيد
ما عادش خبيرة على كثر ما عادش خبيرة واحد دونك جو سوي جو فو سوي فريمون اي اكستريمون اي فريمون دونك ريكونيسانت دونك جو سوي ريكونيسانت ا توت ليكيب كي تي ا عليا سابلين اولفا مدام سلوى و توت ليكيب خاطر الحقيقة لقيتهم كومبريهنسيف على الاخر معايا الاول دونك عاونوني باش انا نتاقلم وهو يتاقلم و الحقيقة الكوتي إيجين يرحم ولدين ولديهم أنا ديما جو سوي ريكونيسونت في الكوتي هذايا يرحم ولدين ولديهم معناتها تو توت ليكيب دونك ما نستبعد حتى حد يرحم ولديهم وكوتي الحقيقة إيديوكاتيف دونك قيصر توا عمرو أقل من عامين دونك إلي كابابل باش يفرق الألوان باش يفهم باش يتبع الحركات نتاع الدونس باش يكون ديسيبليني باش يقعد ويركز وسورتو يسمع دونك يسمع لدي بيه يسمع الكلمة يسمع حد كبير دونك يتبع حتى الدونس الحقيقة الإكسبيريونس اللي دونك فورميدابل غير أسينيالي يرحم ولدين ولديكو والحقيقة إن شاء الله مزيد من النجاح والتألق أنا الحقيقة هذه ما نلاحظوش كيم في ولدي دونك جو بار با دون إكسبيريونس بيرسونيل أما دون إكسبيريونس اللي راها عند الصغار الكل دونك متعلقين ياسر كسوا بعليا سوا بسابرين سوا بألفا دونك لي ميتريس ما فماش رولاسيون دونك ميتريس ألوغ كو فما أون رولاسيون دو فامي دونك الصغيرات يحسوا في رواحهم في الفامي نتاعهم متعلقين بيهم يبوسوا ويحملوا اون ديغي دونك هما دي مامبر دو فامي وليو في ديارنا دونك البنات الكل وليو اون ديغي دونك خالات ولا عمات خاطرهم ياسر قراب صغار كوتي هومان الحقيقه انا بيس دونك قيصر يا معايا يا معاهم دونك انا بالنسبه ليا هما عايشين فيا هوني نعمل عليهم فما اون كونفيونس متبادلة بيناتنا الحقيقة وهي الكونفيونس هي الأساس خاطر باش يجيب عبد صغير ألاج دو 11 موا ميم با يحكي وباش يعاود ولا دونك لازم يكون فما كونفيونس ما بين ليكيب والبارون دونك هذيا هما زرعوها فينا يرحم والديهم جو ميرسي على الأخر ويعطيكم الصحة. أنا عسلامة أنا مامي نتاع يسر الحقيقة ما شاء الله على كيدي أنا نشوف في بنتي حفيدتي ما شاء الله عليها في كل شيء في اللونجلي في العربية في فرنسي تعاود لنا وتقرأ لنا في الدار وما شاء الله حسي ويعطيكم الصحة وربي يبارك لكم الحقيقة كيدي ما شاء الله عليها. أنا أمينة أم بنت شعبان عمرها عام وثمانية شهور جبتها لكيدي في مارس وقت اللي كانت عمرها عام وستة شهور انا فرحانه برشا اللي جبتها لحداكم على خاطر انس تبدلت برشا تعلمت برشا حاجات باهيين كومبورتمون تاعها تبدلت وليت تعمل برشا على روحها في الماكله في اللعب وليت تحب تنطق برشا كلمات سي غراس لي فور اللي عملوه ليكيب تاع كيدي الكل اللي انا نشكرهم ميرسي بوكو على اللي عملتوه معاهم معاها الكل ميرسي للي ماتريس اللي وصلوا بها معاها ان تري جون اج سي با ايفيدون نعرف اللي صغير يحب له برشا لهوا يحب له برشا افور يحب له برشا وسع بال وهما والله قاموا بالواجب واكثر انس ولات ياسر سوسيابل مع العباد اللي حاجه اللي ما كانتش كانت ديما تقعد عندي وما تحبش تمشي لحتى حد توا ولات تمشي وتبوس وتسلم انا فخوره برشا ببنتي وفخوره برشا بالافور اللي عملته كيدي ميرسي بوكو لليكيب الكل ميرسي على الافور اللي عملته مع بنتي جو سوي تري ريكونيسون وان شاء الله العام الجاي والعام الجاي الكل مع بعضنا ميرسي ليكيب كيدي. عسلامة أنا ماما جوليا أون فيت نحب نحكي على الإكسبيريونس تاعي أنا وجوجو مع في كيدزي من عام ناول أون فيت الحاجة اللي أنا نقيس بها لا ساتيسفاكسيون غيرمون هي بنتي قداش إيفالوي قداش نحسها تتعلم وتقدم نفسيا وحتى لو بروغرام معناتها ولو كونتوني تاع البروغرام لو بيرسونيل دو كيدي اي مانيفيك معناتها ديما متعاونين معايا مع بنتي مع بعضهم سي اون اكسبيريونس تري ساتيسفيزونت الحقيقه اوني كونتون فريمون اي نحس بنتي بحق عملت خطوه كبيره لقدام والحمد لله يا ربي ميرسي بوكو كيدي.
دونك اون فيت كان راندو بخي 3 سنين هون الحق انا سوي تري ساتسفي اوموز فيري ساتسفي زاد بالسكندر نشوفوا قاعدين في الخدمه نشوفوا في السكندر كيفاش ماشي يتحسن في القرايه في الحساب فيت يعطيكم الصحه الحق معناها بعد كما جي ساتسفي انا خرج من عمرين وصرا كي بقى يخدم هو تو ماذا بيه كان يكمل عم شي معاكم ما يمشيش المدرسه ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم هذا بشغل باهي نجم نقول ما كرهتش في كيدي الحقيقه ساتيسفيت معني بنتي كي دخلت شويه افيك لي جي روتار دو لونغاج الحمد لله يا ربي لقيت برشا تحسن وان شاء الله باش تكمل عم جي بريباراتوار هنا ان شاء الله دونك نجم نقول كان ميرسي كيدي وان شاء الله باهي من بعد في البريمير تزيد توري معناتها اللي كيدي ثم خليت معناتها حاجه كبيره معناتها في من الاول في لي ديبي نتاع بايا معناتها في اللاج معناتها نقولوا صغير بالكدا معناتها وان شاء الله نقول لي بارون كل ان شاء الله ساتيسفي كيفي واللي يخمو نقول لهم غير ما تخمو سون زيزيتي مع السلامه انا مامات اليس بن عطا في اقل سيكسيون معناتها روحي فرحانه برشا بالايفوليسيون نتاع ولدي ساشون كو انا ما عملش كريش معناتها قبل دخل ديريكتومون معناتها صحابه اللي ديجا بتتخفوا برشا منهم ديجا يقراو كريش مستنسين بالعظم مي الحقيقة il s'est bien intégré في l'équipe grâce aux maîtresses ou bien sûr je خلي في pour la deuxième année في الكيدي على خاطر نحس في ولدي اللي très épanoui و merci beaucoup على les efforts اللي تعملوا فيهم كل merci عسلامة مرحبا je suis la maman de Maya Hani en fait c'est notre première expérience à Oran Snake de Kidzi Je suis très satisfaite, comme Khaïf a fait des débuts, que Khaïf a mis l'intégration, sauf que Maya, fils à fils, on a vécu une vitesse très rapide, une très bonne intégration, elle a royonné, les maîtresses que je trouvais. Donc je remercie les maîtresses, toute l'équipe, mais Rawah Béat en Farhana, Maya a fait des traitements spéciaux par rapport à l'asthme ou quoi que Donc, je suis très satisfaite. Aslema, je suis Céline. Céline est née à Kidzi, qui est en Amour Amin. Elle a un frère qui a 9 ans à Kidzi, malheureusement. J'ai pu voir la différence. Kidzi est née à Amour Amin, Céline est née à Amour Amin. Je suis très satisfaite. مخي وثمي ما نخممش فيها بالكل كان وقت اللي يجي وقت المرويح وقتها نرجع نهزم نقاط فرحانة وعاملة جو كوتي انسينيومون غيانا دير الحقيقة تبارتل عليهم هي إكيب كيدزي سيرين في الفرنسي تقول لك أنا في الأنجلي تقول لك أنا في العربي كيف كيف ما شاء الله في التوسكي نعرفش انا ابا توسكي ارتستيك تلقى هكا كل شيء منين دورها دور الحقيقه مش كان هي انا حتى دوت بارون لي صغار هما ياسر زيد ساتيسفي من لونسينيمون في كيدزي فوالا دونك سيرين عم جي مالوغوزمون مش تولي في المكتب هوزمون زيد خاطر هي كبرت هي اما باش يخليو عليا بلاصه كبيره كيدزي Aslema, je suis la maman de Julia Rassa, petite section en Fikidji, c'est sa première année. Franchement, comme toute maman, bien sûr, Aoulam, Kribjnob de Hakashway, Zama, comment ça va être, comment il va être intégré. Franchement, les maîtresses ou le personnel, ils étaient à la hauteur et plus qu'à la hauteur, il s'est très, très très bien intégré. Niveau, franchement, Mahdi Mamoufi, حتى في الدار انا جينيرالمون بنتي ما معناتها ما تحكيش ياسر وكل مي في الدار لو نيفو اون انغلي اون فرونسي حتى القران العربي توسكي حتى كيفاش تشد ستيلو كيفاش تكتب وكل جو سوي فريمون تري تري ساتيسفايت وان شاء الله جو فو سويت اون بون كونتينياسيون ويعطيكم الصحه الناس الكل عسلامة أنا أميرنا اسكندر أميرنا اسكندر معكم دوبوي 5 أون ما حبوش يمشيو يقراو في حتى بلاصة أخرى بخلاف في كيدزي تلمو يحبوها الحقيقة جسوي تخي ساتيسفيت سيرتو كو صغار نحسهم أوتونوم ريسبونسابل
ويحبوا القراية، يحبوا المدرسة، يحبوا الكل. نصحت بها برشا صحابي الحقيقة زادة، نزيد نعاود ننصحهم بها سورتو اللي يحب باش يبدو يمشوا سيستيم فرنسي، سيستيم انجلي، وحتى سيستيم تونسي على خاطر بيني في العربية بيني في الإنجليزية في الحساب في الفرنسي، سي فالتو الحقيقة. جو سوي تري ساتيسفيت. Alors, Aslema et Oumaima, la maman de Mohamed Aziz Darraji. Donc, j'apprécie énormément kifesh yitamou ma sghar fi kidi ou kifesh yitalmou fi sa. Tarkala ana Aziz taw amrou 2 ans, donc tral début septembre 2023. Ou ken bebe sghar, tal barcha hajat voilà éveillé akther men ada. Lourd à Zéda Kifki, français, anglais, arabe, ce qui est très important pour le tout début des âges qui m'a Aziz, 2 ans, 3 ans. Melo, l'armat le conti, nena kawade, armat le conti, mais nena ouldi sensible, choua, donc on est une jibjou le mekla. Mais le conti aussi, c'est très très bien. Ik l'oubel gde, ijan halak nena ouldi. Ik l'oubel gde, ou. ويرقدوا في وقتهم وكل شيء بهي كل شيء بهي فرانشمون سيتي اون اني مانيفيك انا لو توت فاسون بارابور ا موا ولدي الحمد لله يروح لي ديما شيخ ويحب يجي للكريش كل يوم وكا ميرسي بوكو كيدي جو سوي هدير لا مامون دو يحيى زنيدي اللي سني جي انتيغري ا كيدي في دي بي اس الحق entre l'intégration de Yahya les premiers mois ou Ottawa, il y a eu un grand changement. Yahya Kbal, vu que Ash Feddar avec une nounou, il n'était pas très sociable malgré les rendez-vous orthodoxes, mais Mnitral Kiti, voilà, plus sociable, voilà, il s'intègre facilement, même avec Marana Feddar, avec les grands-parents, avec les cousins. حتى اللي توا ولدنا في كيدزي نعيطوا له الشيف تبارك الله عليه معناها يسي فورجي اون بيرسوناليتي كوتي ابرونتيساج كل مره جو ديكوفر حاجه جدد الى ابري لي شيفر لي كولور كو سوسوا بالعربي بالفرنسي ولا حتى ساعات لي كولور باغ اكزومبل فما دي كولور يقولهم نيكي بالانجلي يحيى زاد ريسامون grâce à Madame Alia et l'équipe, donc il a réussi, on a réussi chez Nahi Loukouch. Donc, il y a un travail pour cet été. Il y a un travail massif déjà à Loukouch de Nahi. Inch'Allah, je compte inscrire Yahya pour l'année prochaine en petite section, où il y a quand même la même idée au Fikidi. Pour finir, je tiens à remercier toute l'équipe de l'administration aux maîtresses pour l'accompagnement d'Ehu. Surtout pour le soutien aux parents. Des fois, on n'a pas le choix, ils ont fait les jardins d'enfants. Mais Kiti, je recommande à tous les parents, j'ai retourné dans Kiti, vu le staff, vu l'accompagnement et la présence de toute l'équipe au quotidien. Merci Kiti. Merci Kiti. بالنسبه لكيدزي كيدزي بدلت برشا حاجات في ولدي والليكيب تاع كيدزي تيرمون كومبيتون معناها ولدي تبارك الله وين كان وين صبح معناها دو بوان دو فيو معناها شنو يتعلم ودو بوان دو فيو كومبورتمون تاعو وديسيبلين وكل شيء فريمون معناها نجم نقول شيء كان يعطيكم الصحة وبالحق ايكيب كومبيتونت على الاخر وما شاء الله عليهم وعم جيب ولدي لاخر بالطبيعه باش يكمل ولدي هنا ان شاء الله هو وان شاء الله معناها من حسن الى احسن.